ارجع من سفرين وتجرين فاغل كل شيء نبخوض البقاج كروزين صبيناه والبقاج عبيناه ركبنا كل النجوم وانتهقنا في الغيوم شو تتصور في حيوان تلقى روحك في كشمال مقاله هو التيار والوانا يا سطار سعما يمنع سعما يتيح سعما يخاف يقوم يسيح سعما يهب علي الريح يلقى روحه في قندهار لا فما هروب ولا فسعة ديما على قناة تسعة مرام بشرى سمير العمير جويل المنير السحافة والنبارة واللي عينه على الوزارة شخمور ومن العمارة كله يطلع في التيار يعني شاي الموسيقى ذي يسيبونا البوخ يمشي يا محسنة هاي النوبة بتاعي سايبني هل سايبني خلش 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 يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا هريت الموقف كيفاش سايبتوا على حكاية الموحش هوك السيد وانا يلعب بالطيارات تو هاي ميسالش فبحيث مادام ما حصلنيش هعملوا يظهركم صحة شربتكم ومرحبا بكم في الطيارة. ضيفنا الليلة هو النائب السابق ونجم المجلس التأسيسي إبراهيم القصاص. جبنا إبراهيم باش يشارك معنا في برنامج تنشطوا الفنانة منال عمارة، وكانت حاضرة معنا مرام بن عزيزة اللي حصلت في رحلة الذهاب. هاي سي قصاص حاضرة؟ مرحبا. حاضرة. الطيارة أقلعت من مطار برقة في اتجاه تونس، والحوار مع القصاص ينجم ينطلق في ظروف عادية. مرحبا بكم مرة أخرى في الطيارة. الطيارة اليوم فيها شخصية تحفونا برشا، شخصية أنا شخصيا نحبها، غنيت الأغنية قبل معروفة وتشهرت برشا وقالك أهل الجنوب يحبوها برشا، هو قال أهل الجنوب يحبوها برشا، أنا نقوله مش كان أهل الجنوب، برشا ناس يحبوها برشا، برشا ناس يحبوها برشا، على خاطر مين ما يشوفوني في الشارع يقولوا لي غنينا هالقصاص وخاي، حسيمة سي قصاص. شو علاقتك بالطيارة سيا؟ ديما تسافر مش ديما؟ باهية باهية نعرف الطيارة كنت فيها برشا مرات أنا. الأكسون بتاعك كيفاش تتكلم عندك هكا تتكلم؟ لكنة معينة. أوه اللكنة بتاعك أنا نحبها برشا. اللكنة الجنوبية عاد تغششوا برشا ناس، احنا الرجال. بعد خضة صغيرة البيلوت باش يدخل بالطيارة في سلسلة من الهزات. ميغالو اللي كان متخبي في المؤخرة أخذ الميكروفون باش يوهم الركاب اللي الطيارة تتعرض لعملية اختطاف. سيد برحمة بوك سيد. سيد ليه الطيارة يتدرب فينا ولا شنو الحكاية؟ سي بون لوليدا. ها سا تورنا بيه. لكنة تونس كل حلوة. لكنة تونس كل حلوة. يا سيد شو هو هيك؟ آه يا طيب! شو اللعب الماست هذا هو؟ لو لعب بتاعك ايه؟ رح تبوك سيد شو هو سيد؟ رح تبوك سيد تم حاجة في الكابين يا منال كل المسافرين ريوسكم لتحت كل المسافرين ريوسكم لتحت كل المسافرين بكر يوصل لتحت هولي تحت رسميا شو هذا باش يزيد يحفل الاجواء في الطياره حمدان خرج بالبيلوت من غرفه القياده مكتف بحبل مالو بمسافر نبقى نروح بالطياره المساطه
ولا كلمة ولا كلمة، كل هادشي اللي تعرفوه. قال كل المسافرين ريوس لتحت، شيلوا ايديهم بكا لفوق، شيلوا ايديهم بكا لفوق، كلها فوق كده. كل المسافرين ريوس لتحت، كلكم راسكم تحت، كل هادشي الراس تحت. ولا كلمة كابتن. 3992 3992. ولا كلمة ولا كلمة. أمان عايش كمان، أمان اسمح لي بالكابتن. عايش كمان، عايش كمان. أمان عايش كمان. حمدان جيب الكابتن للغرفة، جيبه مباشرة. قوة الطيارة والسلطة. ودك بس طلعوا للطيارة، أصلاً أنت تعرف كم عيا ودي؟ يا أخي ما تعرفنيش أنت. ما تخافش يا برهوب، ما يعرفوك كان أنت. 780 فرش مراقبة مصراتة. 780 فرش مراقبة مصراتة. قلنا لهم تونس رايح يتبعها، قلنا لهم شد في أخذه. تعال جاي وتعال. اسمعني كلام فيك، إيه؟ سبق تحضر عليه هاك عليه هاك عليه مباشرة مطار مصراتة. عملية الاختطاف ما زالت باش تتواصل، والأمور باش تاخمون على شي آخر بعد ما الطيارة تهبط في مطار الحبيب ميغالو دولي بعد الفاصل.